الحلقة السابعة. الصوت ده مالك يا وائل؟ فين النهاردة؟ نمت غلط، رقبتي اتلوحت. الظاهر عصب الفيوز التالت ضرب عصب التروكتا التاسع. ده المسؤول عن مزاجي. تروكتا؟ ده نحله ازاي ده؟ ملعبك المزاج ملعبك. بص كده في المخيخ الايمن هتلاقي سلك طائق. تمام. جنبه سلك مفرقع. ابعت اشتري غيرهم؟ لا 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 لا، هما كده وصلهم ببعض. تمام. هتلاقي بقى في ودني اليمين فيوز، شوف كده كم امبير. مكتوب 20 امبير باين. 20 بس؟ لا 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 نو لا 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 لا، مش هينفع. امسك ده فيوز 40. جبته منين الفيوز 40 ده؟ من التكييف. واللي عايز تكييف يعمل ايه؟ شوف اي مروحه بقى انجز. انت مأمن على الكلام ده يا وائل؟ مش مأمن ولا عامل صيانه واصل السلكين اللي في دماغي دول. طيب طيب ربنا يستر. اهو اهو احسن. لا حاسس بحموضه وحاسس بزقام، حاسس اني عايز اقول لا على اي حاجه. عشان دايما بتفضل قدام التكييف. قلت لك تبعد عن التكييف، قلت لك 1000 مره اقفل التكييف. لا قلت 794 مره بس، ناقص 206. ابعد عن التكييف. 205. ايه الملل ده؟ الملل شعور عاطفي يتيح لك معرفه انك تفعل شيئا لا يمتعك عقليا. لا انت مش طبيعي. طبعا مش طبيعي، انا نتاج الياف ومعادن مختلفه. انت بتستقبل ليه؟ ما تشتغل عادي زي اي روبوت في الدنيا. لم اصنع لهذا السبب. روبوتات الدنيا كلها بتسمع الكلام. انا لا. طب احنا كنا فين؟ عملنا ايه الحلقه اللي فاتت؟ مش متذكر. طب قول احداث اي حلقه حتى لو قديمه نكمل عليها. لا ماليش مزاج. لا خلاص اعمل لنا شاي. نو. طب تعال نجرب نرسم. لا تعالى ما نجربش حاجه. تعالى. ايه رايك ما تعمل لناش قهوه؟ جري تحضير القهوه، الادوات، كوبايه فاضيه، هواء، معلقه لا شيء. ظريف قوي، خليهم معلقتين لا شيء. ما تتفضلش. اتفضل. شكرا، دي احسن مره ما تعملش فيها قهوه في حياتك. ها ها ها، ظريف، تفعيل خاصيه الحق. مش هتفهمني ايه موضوع لا ده؟ لا. طب تعالى نروح لموريما نشوف الحكايه دي. لا خلاص تعالى ما نروحش لموريما. يلا بينا ما نروحش. معقوله حتى موريما بتقول عليها لا؟ هو في ايه النهارده؟ احنا وصلنا سلكين غلط ولا ايه؟ خلاص خلاص تعالى ما نروحش لموريما. يلا بينا ما نروحش. يلا ما تتفضلش قدامي. ما يصحش يمين ما يعديش الاول برجله الشمال. هعدي برجلي اليمين وابقاجي يمينك بعدين. لا خلاص ما تعديش انت. اتفضل ما تعديش. ممكن نتحرك؟ لا اتفضل ما تتفضلش. شكرا. لا شكر على لا واجب. عمال يقول لا من الصبح. لا والف لا 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 لا. اول مره يعمل كده. ادهم حبيبي you're overthinking يا حبيبي. بص 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 هفهمك حاجه. اسال نفسك يا ترى يا ترى ايه الحكمه في ده؟ جدك صار روبوت بيقول لا ليه؟ فكر فيها. ليه وليه لا؟ بص معدل اختيارات الانسان العادي اللي هو العادي في اليوم بتوصل ل 35,000 اختيار، ما بالك بروبوت لازم كل شويه نقول لا، ودي حكمه كبيره قوي. المعلومات دي اكيده. لا رساله جديده من الجد شغاله يا وائل. لا لو ما طولك يا روح، لو ما تسمحش ما تشغلش الرساله دلوقتي. ده السيستم ضرب خالص، بالعكس ضرب عنده بالعكس، دي معجزة. انا متسلية قوي بالموضوع ده، دي حاجة لذيذة خالص. ازيك يا ادهم؟ انا جدك ودي ام ريما. اهلا يا ابني. حضرتك طالعة في الفيديو. لا دي خالتي. حضرتك عارفة انك متنمرة، عارفة كده؟ اصل اقول لك ايه، ما هو باي ما هو انا. بص يا ادهم، النهاردة افعل خاصية الا في وائل حماية لطاقته وتعزيزا للويل باور اللي عنده. The power of saying no. دي بتدي شحنة إيجابية، بتدي باور. لو وقف على كل حاجة هيحس بضغط والموتور هيضرب هيطق. هتقول لي إيه الحكمة في اللأ؟ هقول لك إيه في لأ ما فيهوش حكمة. كان فيلسوف الله يرحمه، جميل، راجل جميل الله يرحمه. قول يا وائل، قول قول يا وائل، وريني اللوز، افتح بقك وريني اللوز يا وائل. لو قلت هكون فشلت، اقول لا الاجابه لا. تمام حلو قوي كده يا شغال، سيبه يقول لا يا ادهم. وائل امانه، لا امانه. بقول لك ايه، ما تنزله يتمشى شويه، ده زي ابنك، وسيبوني شويه في الاوضه هنا عايز اعمل شويه اختراعات، طولته قوي. تمام كده جبت لك سولار واتشحنت شمسيا. سولاريا. مزاجك ظبط؟ اتشحنت سولاريا مش مجرد شمسيا.
بالسولار. تمام كده جبت لك سولار واتشحنت شمسيا سولاريا وكله تمام. مزاجك زبط؟ لا. هاي ده الروبوت بتاعك؟ لا. لا ايه؟ ايوه. لا ممكن تصور معي؟ طبعا اتفضلي، هو بيحب يتصور جدا اصلا. لا ده غريب قوي، لازم ما تطلبيش منه حاجة عشان يعمل اي حاجة. يعني ايه؟ مش فاهمة. ولا انا صدقيني. طب صورة واحدة بس ممكن؟ لا نو لا. مين دي اصلا؟ معلش هو ملوش مزاج النهاردة. اوكي I'm very sorry. ولا يهمك، انا بتأسف بالنيابة عنه. لا هو لو مش قادر ان انت تمشي بروبوت في الشارع ما تمشيش على فكرة. ما حضرتك ده مش اسلوب كلام برضو. هو ده منظر روبوت اصلا؟ ايوة. لا ده روبوت غريب جدا. ممكن حضرتك تتفضلي؟ معلش هو مهنج اصلا النهاردة وغريب، معلش يعني حماية لنا كلنا. معلش weirdos، ناس غريبة على الصبح. بعد اذنك اتفضلي، هو خطر علينا كلنا دلوقتي. اتفضلي اتفضلي. على فكرة بقى انا شوفت روبوتس كتير وكنت كمان بربي قطط وعمري ما عدى عليا حاجة كده. باي. سلام. كده تحرجنا كده؟ هو انا لازم مطلوبش منك حاجة عشان تعملها؟ ايوة. هو سمير فين من اول يوم؟ ما تكلم لناش سمير كده. جري عدم مكالمة سمير. الو باي. غير متاح. يوه. درجة العصبية في الجو 300. وائل انا رايح احلق، امسك فلوس اهي، خد الميكروباص اللي هناك ده وروح البيت. لا خلاص ما تجيش معايا. ايوة كده يلا بينا ما نروحش البيت. يلا بينا ما نروحش. يلا لخبطت اللي جابه دماغي. يلا. قالي بس انسان بس لسه عنده ال للغة العربية اضغط وائل. السلام عليكم، ازيك يا سلطان؟ ادهم باشا، ايه الزلطة دي؟ مين حلالك الحلقة دي؟ انت ده القفة متاكل خالص. انت يا سلطان انت مش فاكر؟ وحشة جدا، حلقة زفت. مين ده يا استاذ ادهم؟ ده اول روبوت حساس مصري. حساس يروح يغلط في شغلي؟ ده ما عندوش دم. معلش يا سلطان هو كده النهارده بالراحه عليه. تعالى احلق لك انا. احلق لي؟ احلق لي ايه؟ لا طبعا انا بحلق لنفسي بقالي سنه. سلطان الحق، ده بيطلع مكنه حلاق من دقنه. حاسب يا عم الروبوت ده. اوعى يا عم سيب سوالفي، يا عم سيب سوالفي. انت بتعمل ايه بسلفين اصلا؟ ما سالف واحد كفايه، وبعدين في سالف اكبر من التاني، عيب خلقي هحله. ما تحلوش، انا السوالف دي بجمعها بقالي سنين. لا ايه ده؟ تصدق ده صنايعي شاطر يا ده. طبعا تعال احلق لك انت كمان. وانت 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 وانت. انا ما كنتش اعرف انه بيحلق. وائل انت بتحلق؟ لو بينفط كمان سبوبه حلوه. طب ما تشغله معانا يا ادم النهارده. بص انا ممكن اسيبه لك يوم ونقسم المبلغ، ايه رايك؟ بقدم لك 20% خدمات شعر وده مقابل 50% من الحساب على كل زلطه. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده. حلقة كريستيانو، حلقة البيك باس، جري تخفيف الجناب، جري تعديل القصة، صبغة غسلة، رشة أسانس، إكسلانس، نعيما. أنا شايفه شاطر يا أدهم، رائع، اتفقنا. تجهيز عريس، فوطة سخنة، فوطة ساعة، بخار، 200 جنيه. تجهيز العريس ب 600. 200 جنيه، هما 200 جنيه. إيه السرقة دي؟ حرام عليك. يلا اي حلقه ب 100 جنيه عشان خاطر عم سلطان الحرامي. يلا ده يلا الا 100 جنيه عشان خاطر عم سلطان الحرامي. يلا اي حلقه ب 100 جنيه عشان خاطر عم سلطان الحرامي. انا مش حرامي، انا دارس في ايطاليا، انا كنت بشتغل عند استاذ محمد الكبير. اي كلام، بص البصله طالعه من ايدي ازاي، شايف الجناب، شايف القفه، شايف الشغل، شايف كل حاجه مظبوطه ازاي. جاري تحضير اشعه حمام الكريم. ده هيقطع علينا يا استاذ ادهم، خده بعيد، خده بعيد يا استاذ ادهم. بخار، رش، قص، لصق، بواريك، تم. اللي بعده. وائل انت غريب جدا النهارده، ما ينفعش تحاسب الناس على مزاجك. لا يا وائل، في هنا كوتا معينه، كل راس برقم معين، انت كده بتعمل خلل في نظام الحلاقه اللي في الشارع كله. لا طب يلا ما نروحش نشوف سمير. لا طب بص طب بص يلا ما نروحش نشوف سمير. مش فين؟ لا طب يلا نروح نحلق لسمير. يلا. السلام عليكم، ازيك يا طنط؟ مساء الخير. هو سمير موجود؟ صباح الخير يا مريمة. مريمة مين؟ معلش هو متبرمج على مادر بورد واحدة بس، معلش انا اسف، هي مريمة بس. ايه ده انا مش فاهمة حاجة. سمير موجود يا طنط؟ سامي يا سامي، شوف صاحبك معاه برينتر كده، تعالى كلمه. انا مش برينتر، انا اول روبوت حساس، ازاي تقولي كده؟ معاه برينتر بيكلم يا سامي. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا ماما؟ ماما عادي يا ماما، ده وائل وادهم، مفيش حاجه من صحابي. انت مختفي فين يا عم الصبح؟ حرام عليك، ده احنا اتبهدلنا.
انت فين؟ ده حلق للشارع كله. ابويا يا عم من الصبح بيطلع التكييف ملففني اليوم كله عشان فيوز 70 امبير. 70 امبير؟ هاتوا. س س س س 70 امبير هاتوا طبعا هاتوا. سهله بقى هي اصلها بقى نلاقي 70 امبير بالسهوله دي. انا بقى لي 7 ساعات بدور على ال 70 امبير دول مش هديهم لحد. انا جايبه ب 70 جنيه. معلش معلش وحياه ابو انا هجيب لك امبير تاني بس والنبي نحل مشكله اللقه اللي عند وائل دي عشان هو اصلا دماغه فيها 40 امبير النهارده والموضوع ده شكله هيظبط بال 70. معلش معلش نفك دماغه بس لو سمحت عشان السلك اللي طالق من الصبح ده محتاج له 70 امبير. لا شايف يا سمير هو البرينتر ده مش هيسكت بقى. بس بكره 7 الصبح تجيب لي 71 امبير زيه بالظبط. هات يا سمير. بسم الله. مرحبا بام 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 بيك. انا الروبوت بو 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 وي 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 وائل اول روبوت حساس مصري في التاريخ. انا فين؟ الحمد لله يا ساتر اشتغل. نسيبك بقى من الفيوز يا سمير. سلام احنا بقى. سلام احنا بقى. يلا نروح. يلا. طب خدوني معاكوا اجيب امبير بدل ما انا قاعد كده. ابويا لو عارف هيبهدلنا. يلا تعالى معانا. لا. لا لا لا. هو مفيش غير لا النهارده؟ ايوه. طب يلا بينا.